عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس قبل ما نبدأ اي خبر ما ننساش نصلي على سيدنا محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد، وياريت كمان نعمل لايك وشير للفيديو ده مخصوص. مش طالعه اتكلم في حاجه ولا في اي حاجه جديده فيه. طبعا في من حضراتكم شاف الستوري اللي سماره حطتها، وفي ناس ما شافتهاش، انا هعرضها لحضراتكم. وهي طبعا بتشرح كل حاجه فيها، وبتقول ان هي مش راضيه تتكلم من الاول، وان هي ساكته وقزمه غيظها جواها وما بتتكلمش خالص، احتراما لعيلتها وعيلته، واحتراما للطرفين ليها وليه، وساكته عن كل حاجه، ما اتكلمتش في اي مشكله. والناس سالتها كتير واتكلمت، ولكن هي رفضت ترد ورفضت تجاوب وما اتكلمتش عن اي شيء. لكن اجابتها النهارده، اجابه معلش ابو جبل النهارده في برنامج معاكم بتاع منى الشاذلي، طبعا استفزها. فهي طلعت وردت النهارده على يعني طلعت حطت ستوري وقالت ان هي طبعا من الاول ان هي متضايقه وساكته، واللي هي مش عايز تطلع ترند ولا عايز تعمل اي حاجه، هي ساكته احتراما لكل طيب. المساله ان هي تخلص للطرفين بشكل كويس، يعني مفيش لسه انفصال او عدمه، وده الموضوع مش هيفرق خلاص بقى. لكن ايه، انا كل اللي طالباه من حضراتكم بجد والله العظيم، وكأي ست انتي او هي او اي حد، حطي نفسك مكانها. طبعا هتتضايق، بتبقى يعني نفسها تبقى اكيد في مع جوزها في موقف زي ده، في احتفالات، في مناسبات، في حاجة زي كده يراضيها. لكن طبعا ده ما حصلش، واي ست بتبقى يعني اكيد مقهورة في حالها. فياريت كل اللي بيحبوها بجد والله العظيم من قلبهم فعلا يدعموها ويكتبوا لها كلام حلو، ويخلوها يعني يعرفوها ان هم واقفين جنبها طول الوقت، وان احنا بجد نعمل شير كتير جدا للفيديو ونوصل لها كل الاصوات والناس اللي بتحبها، لان هو ده الدعم الحقيقي. وقت ما الواحد بيكون زعلان او متضايق من اي شيء، لما الناس بجد بتقف معاه بتفرق كتير كتير جدا جدا جدا، وبيحس ان حب الناس ده من حب ربنا. الانسان بيبقى زعلان والناس يعني بتطبطب عليه باي كلمه او بتقول له اي كلمه حلوه حتى لو ما يعرفوش، بجد والله العظيم بتفرق كتير جدا. والواحد يبقى حنين على اللي قدامه ويكلم الانسان بكلام طيب، وانه يحفزها، وان هي يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه، بس يعني دايما احنا عايزين تحفيز وعايزين حاجه ايجابيه وطاقه ايجابيه ليها. فاكيد هي اكيد اكيد، وخصوصا يعني اي ست تحط نفسها مكانها، اكيد النهارده اكيد هي متضايقه بسبب اللي حصل النهارده. ربنا يكون معايا يا رب ان شاء الله، ونشوف حضراتكم على الف خير، ويا ريت تدعموها بجد بكل طاقه ايجابيه اللي بيحبها فعلا وبيخاف عليها، وكمان يحطوا نفسه مكانها. السلام عليكم ورحمه الله.